السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي الأعزاء، طلاب صف تاني، أتمنى تكونوا بخير دايما يا رب. النهاردة إن شاء الله بإذن الله تعالى هنعمل عملية مراجعة على الدروس الأولى على الرسوم والمخططات البيانية ومخططات فيني وكارول. النشاط ده هيوصلكم PDF، اللي حابب يطبعه أوكي، مش حابب يطبعه هنفتح معانا الدفتر أو صفحة كده ونبدأ نحل مع بعض. تعالوا نشوف السؤال الأول بيقول إيه. النشاط، أنا عندي رسم بياني موضح قدامي لمجموعة من الأنشطة، هي السباحة والرماية والكشافة وكرة القدم. تعالوا نشوف مع بعض، يا ترى النشاط الذي أقبل عليه التلاميذ بصورة أكبر هو إيه؟ أكبر نشاط هنا هلاقي فيه تلاميذ كتير اشتركوا، هو النشاط اللي باللون الأحمر اللي هو نشاط الرماية. برافو، لأن أكبر حاجة موجودة عندي إيه؟ لغاية هنا لغاية 6، يبقى الرماية هي أكتر نشاط أقبل عليه مجموعة من التلاميذ. برافو، نكتب بخط جميل كده. طيب يا ترى النشاط التاني، النشاط الذي أقبل عليه التلاميذ بصورة أقل شوية هو، يا ترى أقل حاجة عندي مين؟ أنا هلاقي هنا السباحة، وإيه السباحة مقاربة للكشافة، الاتنين عند مين؟ عند الأربعة، يبقى السباحة والكشافة، وإن كانت الكشافة هي بصورة أقل، الكشافة هي بصورة أقل شوية من السباحة، يبقى الكشافة. برافو. طيب رتب الأنشطة تصاعديا وفقا لدرجة إقبال التلاميذ عليها. تصاعديا يعني إيه يا شاطرين؟ يعني من الأصغر للأكبر، من الصغير للكبير. طب تعالوا نرتب، إحنا قلنا أقل نشاط هو الكشاف، ده أقل حاجة. أدي الكشافة أهي، هي أقل نشاط عندي. نكتب بخط جميل عندنا كده عشان القلم ده بس مش مساعدنا. بعدها هلاقي السباحة، مع إن السباحة نشاط جميل، السباحة أهي بعدها هلاقي ايه؟ كرة القدم، كرة القدم اهي. تمام، واكتر نشاط كان عليه اقبال هو نشاط الرماية، ده هنخليه اخر حاجة اللي هو اكبر حاجة، لان احنا بنرتب تصاعديا، يبقى الرماية اخر حاجة عندي. طيب تعالوا نشوف معايا مخطط كارول كده بيقول لي ايه. ينقص مخطط كارول بعض العناوين، انا عندي الارقام موجوده، انا بس هكمل العناوين. طب هكملها ازاي؟ تعالوا يا عباقرتي الصغار كده نشوف هنعمل ايه. بيقول لي هنا 29 41، هنا 52 و16، 45 75 20 70. هلاقي ان الاعداد دي بينها حاجه مشتركه، ان هي اعداد فرديه. برافو، دي اعداد ايه؟ فردية، يبقى أول عنوان كملته. طيب هلاقي إن الأعداد اللي هنا دي بينها حاجة مشتركة تانية، وهي إيه؟ 52، 16، 20، 70، دي أعداد زوجية. برافو، أنا بشوف الرابط اللي مشترك بين الأعداد دي، بتجمعهم حاجة مشتركة، صفة مشتركة ما بينهم. طيب أنا كده كملت عنوانين أهو، ناقصني اتنين. تعالوا نشوف تحت هنكمل إزاي. هنا بيقول لي ليس، وايه احنا مكملين بنكتب مضاعف لعدد معين او ليس مضاعف لعدد معين. طب هنا 45، 75، 20، 70 دي مضاعفات الخمسة، يبقى دي مضاعف للخمس. برافو عليك، دي مضاعف للخمس، مضاعف للعدد مين؟ خمسة. لكن 29، 41، 52، 16 دي ليست مضاعف للخمس. أحسنتم.
طيب تعالوا نشوف النشاط اللي تحت كده، بيقول لي ايه؟ مثل البيانات الموضحة بمخطط فين بيانيا. انا عندي مضاعفات الاثنان ومضاعفات الخمسة ومضاعفات العشر. تعالوا نشوف مضاعفات الاثنين في الدايرة بمال الاثنين اهي. عندي كام عدد؟ واحد اثنان ثلاثة 18 22 30 ثلاثة اعداد. واحد اثنين ثلاثة، هوصل للثلاثة كده وابدأ اظلل بطريقة جميلة كده، او نلون نطلع الواننا الحلوة ونفضل نلون كده بالوان جميلة. طيب مضاعفات الخمسة، عندي الخمسة كام وكام؟ ما تقوليش عدد واحد اهو، لان دايرة الخمسة هي زي ما معوداك، ودايرة الخمسة جواها مين؟ جواها عددين، 45 و30، يبقى عددين هما مضاعفات الخمسة. يبقى نيجي هنا كده الرقم اتنين ونبدأ نظل اهو. تمام، مضاعفات العشرة كام عندي؟ ادي دايرة العشرة، نمشي بقلمنا عليها كده، نقفل دايرة العشرة ونشوف جواها كام عدد. الاقي 30 عدد واحد بس، دي مضاعفات مين اهو، لغاية الواحد بس كده بمسطرتنا، نمشي بمسطرة ونظل الحاجة واحدة بس. طيب المطلوب مننا بقى يا حلوين، احنا فاتحين البيج او النشاط او الشيت اللي وصل لنا ده، ونبدأ نكمل الصفحة المقابلة نحل تدريبات مع بعضنا كعملية مراجعة على الدروس الاولى، وبإذن الله إن شاء الله مش هتبقى فيه أي حاجة صعبة علينا حبايبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.